أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الوزير الأول يؤكد الحكومة تعمل على حماية المستهلكين ومكافحة الغش. على إثر انفجارات الغاز، وزارة الطاقة توجه نداء للمواطنين. أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء 5 سفراء جدد لدى الجزائر لتسليم أوراق اعتمادهم حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. الرئيس تبون استقبل سفراء السودان، النرويج، سلطنة عمان، سويسرا وليبيا. حفل الاستقبال جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الخارجية العمامرة ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف. في موضوع آخر، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الخميس وفي كلمة له بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذي ينظم منتدى التصدير أن الحكومة تعمل على أخلقة النشاط التجاري ورقمنته وتطوير التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى حماية المستهلكين ومكافحة الغش. وأوضح بن عبد الرحمن أن الجزائر تتجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وإرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد وقوي مستدام ومستقل عن التبعية لعائدات المحروقات. على إثر سلسلة الحوادث المأساوية للانفجارات الناتجة عن الغاز والتي خلفت أضرارا بشرية ومادية، دعت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها المواطنين إلى توخي الحذر وصيانة أجهزتهم لتفادي الاستعمال السيء للغاز والاختناقات بغاز أحادي الكربون، لا سيما مع بداية الموسم الشتوي والتهوية اليومية للمساكن. في الرياضة، كشف مساء أمس الأربعاء مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة عن قائمة الخضر المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام الكونغو الديمقراطية. وضمت قائمة المدرب نور الدين ولدعلي 25 لاعبا بين محترفين ولاعبين ينشطون في البطولة المحلية تحسبا للمباراة التي ستجمع بين الجزائر والكونغو الديمقراطية يومي 23 و 27 أكتوبر 2022. وثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا حادثة مرعبة، حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين. وحسب المعلومات فإن الحافلة لم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار بأن حافلته عالقة فوق السكة لكن دون جدوى. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.